سالينا الفطور ديالنا، دابا غادي ندير واحد المفاجأة لبنتي. يلا جي من الخدمة مازال. مساء النور البنات، مساء الخير، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير يا ربي. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيديو جديد البنات و فلوق جديد من الكوزينه، ضروري غيكون من الكوزينه، راه ما عندي فين غيكون غيكون غير في الكوزينه لحقاش حنا الحمد لله والشكر لله في الاجواء رمضان وشهر رمضان. الله يتقبل منا ومنكم يا ربي صيامنا وقيامنا وسجودنا بالثواب والمغفره وتوبه الاجر يا سيدي ربي، والله يكون في العون في جميع الاخوات مساكن اللي كيطيبوا وكيضلوا نهار عشيه كامله حتى المغرب وهما كيطيبوا مساكن الفطور باش يعتقوا الاسره ديالهم الصغيره. الله يثبت ليها الاجر يا ربي ويخلي الصحيحه لاي وحده ولا اي واحد كيوجد الفطور للناس الصائمين يا ربي. الله يتقبل منهم ويعطيهم الصبر ويعطيهم الصحيحه باش يكملوا ان شاء الله يا ربي هذا رمضان، واللي عطانا غير العمر طولنا في العمر باش نصوموا كل عام ان شاء الله يا ربي. هذا الشهر هذا راه الحمد لله شكون الله كيدخل بخيره وبخميره، وخا فيه شويه ديال الشغل وتماره ولكن غير شويه مع النظام صراحه، غير النظام والله ما كيبان. انا بعدا ما كيجينيش فيه الشغل بزاف لان اللي نظم وقته واللي كيعرف يطول شغله والله ما كيكون الشغل بزاف، كيكون داك الشيء كيبان لي انا بحال الايامات العاديه. بالعكس هاد الشهر هذا اللي هو واحد 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 طبع خاص سبحان الله كون غير كان كيبقى لينا دائما على طول العام. المهم هنايا كنوجد الخبزه ديال المقله، عجنتهم بالدقيق ديال الفورص مع مخلط شويه بالدقيق الكامل يعني بالنخاله ديالو، كنشري من عند القزر ونويت ان شاء الله يا ربي غادي نعمرهم بشويه بدل الكفته والخضره يعني الخضره العاديه. انتم غادي تشوفوا شنو درت فيها في الفيديو، ونفس العجينه درت منها الخبز الكبير ديال المقله باش غادي ناكلوا به الطاجين ان شاء الله يا ربي ملي ندير الطاجين. صراحه توحشنا هذا الخبز، هذا كيجي واعر زوين هذا الصراحه. هذا الخبز هذا كنطيبو الا بقى ليا بارد مثلا، طيبته اليوم وبقى لي غدا لي برد كندير به ديك البيتزا، كيجي طالع فيها البيتزا كتجي فيها واعره. المهم هنايا الكفته جبت داكشي اللي قسم الله، صراحه الواحد غير يعرف كيفاش شنو يدي بروغرامي، واي وحده تبروغرامي شنو غادي تطيب وما تكونش فيها ديك الزربه ولا ديك الخلعه. المهم تنظم وقتها وتطول شغله، والله القسم البنات الى العشيه كدوز غزاله، وبالعكس كتكون الوحده كطيب الفطور ديالها وهي فرحانه وناشطه. والحمد لله هذا الشهر هذا راه ما صراحه ما جاش صعيب، هذا العام هذا والله ما جا صعيب وجاني انا بحالي زربان. ما نعرف واش غير نتوما ولا حتى انا. المهم ما كيجينا لا عطش لا جوع لا والو، الحمد ربي ونشكره. المهم هنايا غادي نحك واحد القريعه ونحك شي خزوات وغادي نزيدهم مع داك الكفته ديالي باش غادي نشحرهم ان شاء الله، وغادي نديرهم مع شويه ديال العطريه يعني العاديه. راه بزاف ديال الاخوات كيعجبهم يديروا هاد الاكل هادي لان هاد الخبيزات معمرين صغارين معمرين بالكفته وهاد الحشوه هادي، بزاف ديال الاسر كيديروها لان صراحه ولات بحال شي حاجه مهمه ضروري تكون في الطبله الرمضانيه. علاش؟ لانها كتشبع ومغذيه، ثم كتشوف فيها الخضره واللحم يعني كل شيء في دقه واحده معمر في ديك الخبيزات، صراحه كيشبعوا وكيحيدوا الجوع احسن. يعني كاين الناس اللي ما كتكفيهمش ديك الحريره ما كيشبعوش بها، وكاين الناس اللي ما كتعجبهمش الحريره يعني ضروري دائما ياكلوها، ولا كاين واخا كيحطوا الحريره ضروري ما يحطوا هاد الخبيزات هادو. انا كنديرهم الصراحه مره ماشي دائما، حيت انا ما كيعجبنيش نطيب الماكله اللي كليتها اليوم ناكلها غدا ناكلها بعده باش ما تطلعليش في الراس ديالي، وباش دائما يعني كتبقى بقيمتها وبشهوتها باش مره اخرى ملي نديرها كناكلها بشهوتها باش كتبقى دائما عزيز عليا ديك الماكله ما كنملش منها. اش غادي ندير لكم عشاقه من لا لا، انا ضروري الحاجه الا كليتها ما نحملش نعاودها، ما نكذبش عليكم البنات. حتى الحريره درتها في البدايه ديال ايامات شهر رمضان راني ما عاودتش درتها لان حنا ما كنشربوهاش دائما يوميا، الا حطينا زلفه ما كنزيدوش الاخرى الصراحه. داكشي باش انا درتها جوج مرات ملي بدا الشهر ديال رمضان
مش ما كطلعناش في الراس وما كنملوش منها، وكما كنقول لكم حنايا الطبع ديالنا هكذا دايرين، الا كاينه الحاجه واحد مره ما كنبغيوش نعاودوها، علاش؟ باش ما كنملوهاش وباش ما كنكرهوهاش، يعني باش كتبقى بالذوق ديالها وبالعشق ديالها، وتاكليها الا شربتيها مره اخرى تشربيها بالعشق ديالها وتبقى دائما يعني كتبغي ديك الاكله. وكاين الناس اللي عندهم يعني ضروري الا ما كانش الحريره راه ما عندهمش، ما كيتسماش رمضان. احنا اسره صغيره، احنا ماشي بزاف بينا حنايا، يعني انا والشيباني، انت راه كاين الشيباني ربي يسمح لنا منه، المهم انا والصبليوني وثلاثه وليداتي وانا، يعني احنا ماشي شي وحدين يعني، وكاين بزاف يعني اللي كنغلقوا، حيت كاينين سبحان ما شاء الله كاين الناس اللي كيعجبهم التغلاق. المهم ما شاء الله الله يخلي الصحه وصافي. المهم هنايا كيف ما شفتوا انا درت العطريه بزار وملحة وسكنجبير وهنا القرعة وخزو حكيتو كيما شتو، ودرتهم تتشحروا مزيان، ودابا غادي نزيد لهم الفرماج، وغادي نخلي داك الفرماج حتى يذوب في المقلة، وغادي نبدا نعمر بهم ان شاء الله يا ربي هذوك الخبيزات. وكنت رادة الطاجين كيطيب قبل، درت واحد الطاجين ديال الحوت، كنت شات لي الحوت من الفيديو السابق راه كنت شاركته معكم، كنت شات لي شويه الحوت حيت كان كان سميتو كان خص جاب لي الحوت، وانا كنت شريت الحوت وكان بزاف يعني كاين الحوت على يومين. الصراحه الحوت شي حاجه مهمه ضروريه بزاف، شي حاجه زوينه صراحه مغذيه بزاف. انا ما عنديش مع اللحم، انا كنحمق على الحوت بزاف، وكنفضل اللحم ياكلته ناكلو كفته ما ناكلوش يعني الطروفه. سبحان الله ما عرفتش علاش انا كيتكره لي دوك الطروفه ديال اللحم في الطاجين او في الكوكوت، يعني كنفضل ناكل الكفته احسن من اللحم. المهم ما علينا، هنايا تشحرات ودابا الفرماج، وغادي نعمرهم ودرتهم فيهم شويه ديال الخس، وغادي نحطهم كمقبلات عليه في الاول مع الفطور. وهاد النهار ما درتش الحريره لان كانت طلعت لنا في الراس ما قدرناش نشربوها، خليناها حتى المره اخرى. اليوم درت الطاجين ديال الحوت، ودرت هاد الخبيزات هادو بالمعمرين، ودرت يعني حاجات اخرى الفلان، يعني كاين الخير موجود الحمد لله. المهم هنا راه درت شويه ديال المكرونه بالصلصه بيضاء، وهنايا الطاجين ديال الحوت كيف ما شفتوا والتميرات، وهنايا عاود الصلصه حتى هي طبق جوج طباصل، وهذا الخبز والبردتي والحريره كانت شاطت ليا هنايا قبل البارح، يعني انا ما درتهاش اليوم اللي كانت شايطه وصافي سخنتها، وهادشي اللي قسم الله. وغادي نبداو نفطروا ان شاء الله. سالينا الفطور ديالنا، دابا غادي ندير واحد المفاجاه لبنتي، يلا جايه من الخدمه مازال ما فرصاش بلي انا حنا درنا ليها مفاجاه، بنتي كتقولي العكر لاصق السنان. المهم هي فرصة اليوم راه عيد الميلاد ديالها، ولكن ما فرصاش بلي حنا درنا لها الطرطه وشرينا لها الكادو، وغادي نفاجئوها دابا واحد شويه غادي تدخل. حنا قلنا لها راه كلشي ناعس، صعيط انا في التليفون قلنا لها كلشي ناعس، ما فرصاش بلي راه حنا موجد ليها المفاجاه ديال الشيء، حنا كنصاوبوا ليها المفاجاه. المهم نشوفوا شنو ردة الفعل ديالها، وان شاء الله يا ربي يعجبكم هذا الفيديو هذا، حيت اول مره غادي ندير هذا النوع ديال الفيديوهات في القناه ديالي. المهم سالينا وجدنا، و اش غادي نديروا ساره؟ غنبقاو نستناو تما تجي ونشحلو نتفضوا ياك. ايوا صافي، بنتي لابسه العبايه، لبسنا انا وياها العبايات بجوج، نبدا ساره اوريهم لاتي. المهم بنتي الصغيره هي لابسه العبايه كزينه كزينه، جاتها زوينه هاي جاتها فنة. دبي شريت من المغرب هادو شحال هادي شريهم بوي. نمشيو دابا نشوفو الصبليون شنو بغا، شنو تا هو راه كيبغي يتركس، بغا يلبس شي حاجه نقيه، شي حاجه زوينه زعما خاص حتى هو لبس تركس، لبس مزيان الكوابو. وصار حتى هي لابسه هاد العبايه، كنت شريتها من شحال هادي من المغرب، جاتها زوينه واعره، هاديك الدره حتى هي كحيحله زوينه واعره غزاله. والقطيطه راه كدور، المهم كنا شبعنا ما قدرناش ناكلو الفلان، راه باقي كيتسنى الفلان تمايا. المهم خليكم معايا اوسي وما سير سوبريسا شي ماوي هي سوبريسا سي. هادي عاود العبايه اللي شلت انا اللي لابسه فيها الزوقه من اللور غزاله، ما كيعجبوني العبايات، انا كنحمق على العبايات. المهم خليكم مع الفيديو.
كومبليانيو فيليس، كومبليانيو فيليس، تي ديسيامس تودو، كومبليانيو فيليس. ¿Y las velas? No hay velas. Otra vecina. Las de todo. Otra vez. Quit, quit. Ya la de. Sana, sana, sana. Chukran. Bizar. Ale. Sorpresa. Wala. صحتك صحتك. أشوف إذا مرة قالوا لي شرينا ليها. تمام. هكا تعطل سي. طوبيس. أشوف كنتيش عارفة ولا؟ ها؟ ايوا كيفاش كانت المفاجأة؟ نبغي نسبيرا ولا ما تسبيرا؟ زوينة؟ فوالا صح؟ هذا الكادو اللي شرينا ليها كولونيا إلا كريميتا إسفوليانتي دي كوكو شكرا يلا حلي صار شيء من ذاك الكادو أول مرة غادي نشوفو حنايا عجبنا وهذا كل واحد توا عجبنا والديكور ديال الكارتون عجبتنا وخدينا هاك في اللاميال شنو فيها كريمه؟ ديك الكريمه ديال العنيف ديال الشفايف كاكاو كاكاو والاخرى كولونيا كولونيا شنو فيها؟ او كيفي ويلي ريحتها واعره هاد المهم خليت ليها هنايا هذا هو الفطور ديالها حيت معطله يلاه دخلت من الزنقه المهم شويه ديال الكريمه وهادو الخبيزات معمرين ديال المقله اللي كنشاركت معكم وهذيك الكيكه ديالها قال سميتو اللي باش درنا به الطرطه وهذا البراد ديال اتاي والطاجين ديالها ديال الفت اللي كنبقى ليها حيت يلاه جيت باش غادي تسحر عطى الخوسي كنزيد لها اتاي صافي دابا هنايا غادي تاكل او كي خوسي كي طمالتي ¿Qué agua? No, agua con hierbabuena. No, agua. ميتين الأورو ديالها لهاديك لانتيبيوتيكو ولا أوبيراسيون باش متبقاش تعود بحال هكا نو بحال هكا كاع متولدش هي هي حيت بلا مشات من الزنقة وقع عليها حتى حاجة إيوا مشي مشي أنس معينوزها أنس كي خوسي كدار Allí a la vera de la casa donde vivimos había una de gato. Una clínica de gato. Ah, sí, sí. Ese está caro, ¿eh? La que hay en la cocina. Sí, aquella era clínica. 400 euros gastamos. Yo 200 euros no me gasto en un gato. Yo sí. ¿Qué es lo que te dice la amalia? ¿Qué es lo que te dice la amalia? ¿Qué es lo que te dice la amalia? ¿Qué es lo que te ماشي عامل ما تغوت ماش ما تولدش ماش ما لاحقاش الماء اللي كتجي لك الحالة كتقرا غوت وكيخونا بلا نعاس ماشي على داكشي لا بزاف الحاجات واصلا كي تهدنا هو هي هاديك ملي كتجي هاديك الحالة كيفاش كتسكت هاديك عيطو تعوينو
زوين هذا راه مصاوب الله يعطي بيير دو لوسيان حب السوداء المهم صافي كان هذا اخر الفيديو اول مره كندير صراحه ان نعدل هذه الفيديوهات هذه نتمنى ربي يعجبكم ما تنساوش اللايك والاشتراك والبارطاج باش دائما نوصلكم الجديد ديالي ومرحبا بكم على قناتي وقناتكم ليندا فاتي فلوغ مع السلامه ورمضان سعيد رمضان مبارك السلام عليكم عمولة الحفله السلام عليكم رمضان كريم لا بيش